تروح فين يا جمال بيه؟ تسيب السفارة ازاي؟ انت بس الظاهر منفعل شوية. اهدى كده وصلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أعرف هناك بيه، أنا جاي هنا ليه؟ أنت جاي هنا بتأدي وبك، جاي تشتغل. أشتغل مع مين هناك بيه؟ مع شوية همج؟ نازلين ضرب وقتل في المدنيين العزل والأطفال، وتقول لي أشتغل؟ إزاي أعزمهم على حفلة؟ هستقبلهم بأي وش؟ إزاي أسلم عليهم وإيديهم لسه دمنا فيها؟ إزاي يا نجيب بيه؟ شوف يا كمال بيه، معلش تسمح لي، يعني أنا أكتر منك خبرة. السياسة ما فيهاش مواقف ثابتة، الشيء الوحيد الثابت هو قناعتك أنت الشخصية إنك تشتغل وما تأثرش. بص، إسرائيل دي كيان صغير قد كده، احنا اللي كبرناها وعملنا منها هالة كبيرة. انا عشت مع الناس دي وعشرتهم كويس. الموقف اسرائيل على رجليها فكرة التحدي والمواجهة مع الشعوب العربية. انا مش قادر افهم يا نجيب، حضرتك متصور ان احنا لو طبعنا العلاقات معاهم وتعاملنا معاهم بكل ود اسرائيل دي هتوقع؟ اوعى تكون فاكر ان المعركه اللي جايه معركه الصواريخ والدبابات. لا، المعركه اللي جايه معركه نفسيه وحضاره واقتصاد. اللي هيشتغل اكتر هو اللي هينتصر في الاخر. والناس اللي قدموا حياتهم وارواحهم في الحروب اللي بيننا وبينهم، الشهداء يا ناجي بيه، ننساهم؟ مين قال ننساهم؟ احنا مكملين بس بطريقتنا، وكل وقت له أدانة يا جمال بيه. مواجهة السلام أقوى من مواجهة الحرب.